أخبار اليوم. يعني ما يقدرش ينتج لو المكان ده مش كل ولادك يا بلد يا جميلة، ما كانش يبقى فيه الشباب العظيم ده اللي جه، وزي ما الكابتن عزمي قال بيكلمنا عن تجربته، وبيكلمنا انه هو مش بس وقع أسير تجربة، ولا وقع حتى في نفق مظلم بالكلام الكبير اسمه نفق الإدمان، لكن كمان كان عنده شجاعة المواجهة. عايز أشكر الأب اللي جاب بنته وجه، واللي هو قال انه كان مصدوم ومع كده ما خباش، وقدر هو والبنوتة الجميلة اللي بنتمنى لها كل توفيق انهم يواجهوا الشبح والغول اللي اسمه المجتمع اللي ما بيرحمش، واللي لازم يغير كل افكاره العقيمة دي، واللي بتخلي الشباب بدل ما يلجأ للتعافي ومن ثم يعلن انه وقع اسير او ضحية لشلة سوء لمزاجه الخاص، لتجربة، لسن مراهقة، لازمة، حتى لو هو في سن يعني ما بعد المراهقة. كاعلام ومؤسسات في الدولة، احنا عايزين الشعب يبقى شعب متعافي وشبابنا يبقى متعافي كده. انا بشكر كل القائمين على هذا المشروع، وده المستشفى حكومية وحط جنب حكومية 100 خط. يمكن انا يعني بحمل ملف صعب جدا في التعليم وفي الصحة، ويمكن انا يعني بشكر القائمين على هذا المركز، لان احنا عندنا الصحة بالذات عليها علامات استفهام كتير. لكن اللي انا شايفه النهارده يدينا بصيص امل ان عندنا ناس مجتهده وناس بتشتغل وان الدنيا بخير. انا مش عايز اقول ان كل مدمن يبقى مكسوف،